انا يعني شو اقول؟ اقول العراق تاي، يعني ماكو هيك فعل. هسه عوف هذا السمك، انا صياد يعني اصيد السمك، ما له علاقه بالبحيرات. قمت اروح اصيد سمك من البزول من النهر، اجي اريد اطبب استفاد بيه على باب الله، اجي سطرات يقول ارجع. يا بان هذا السمك مو جايبه من البحيره، يعني السمك صايده صيد، صايده من البزول من النهر وجايبه وارد اعيش عائلتي. قالوا لا هذا السمك هم ترجعه، هذا يا بان مو مال البحيره مو مال قالب. قال لا ترجعه. هاي صار انا 7 ايام محاصر، يعني 10000 دينار ما محصل لي. اروح المدير الناحيه، يقول مدير الناحيه والله عمر هذا من الزراعه. اناشد من اروح لمن اجيب السمك ثلاجه ثلاجتين يرجعون. ذاك اللي طحت فيه وشمرته بالبزل، رجعت النوب وشمرته. يا بقول لهم هذا السمك مو مال صيد، انا جايبه صيد. قالوا لا ممنوع. واحنا ناشد من هسه وين نروح؟ ما نعرف السالفه شنو وصار بنا شنو. مليارات المليارات، يعني انا اول امبارح وقفت يم قفص لو شوف الدوخ، يعني جزء بالنص ساعه يشمرون. خاف اقول لك 5 وزنات، شوف السمكه تلبط تلبط تلبط، قلبت طاح ابوها شمروها. والفرات يجرم مستمر، يعني كارثه ما شايفها اني، كارثه بحيث المي اللي يجري مدسم، ما تقدر تغسل وجهك. يمكن من ساعه بالقفص يذبون لهم وزنه، وعلى كل الاقفاص مستمر كلها ذب وزنات. ايش قد سمك؟ اباوع على سمكه كل شبابيه، شو السمكه قلبت 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 ماتت. طلعناها ما نعرف. والله انا اخي يعني اذا فاعل، يعني اذا فاعل خلينا نقول بالفرات فاعل، هسه نريد نقول بالفرات فاعل. الفرات شنو بيه؟ هم بيه سمك، هو غير بيه سمك هم بيه سمك. زين ليش ما يموت هذا السمك مال الفرات؟ ليش ما يزور نفس الشيء بس ما القفص يموت؟ خب هذا شط بيه قطان وبيه شبوط وبيه بني واشكال السمك من قديم الزمان، ليش ما يموت؟ ليش بس الكاريبيه هاي تموت تقلب؟ ما اشوفه فاعل، يعني فاعل يكتب قفص قفصين ثلاثه 10 100، ماكو هيك حكي. السمك هذا الفرات متروس انواع السمك، ما يموت ما يصير بشيء، بس هاي تقلب. يعني شغله تدوخ، ما نفتهم. واحنا نطالب الحكومه المعنيه تسوي لنا حل، تسوي لنا حل المشكله هاي. يعني انا السمك هسه شاري اول البارحه خذيته من الاقفاص شريته ب 2000 دينار، اليوم 500 دينار ما حد يشتري، وين اروح انا؟ ارجع لاهل السيطره تقول ممنوع روح شمره بالشارع. اجي للشرطه يقولون احنا مو يمنا، روح مدير الناحيه يقول انا مو يمي. لمن نروح؟ غيرك ودوله تصدر قرار وتسوي لها حل ممنوع والطو ممنوع وانتهى الممنوع، وهاي الناس كلها انقطعت خبزتها. حتى السمك مال الصيد جبته اليوم هنا مع شراء من عندي. هم يفطرون علي، كنت ابيعه ب 1000 ونص ب 2000، اليوم 500 دينار مع شراء من عندي. وانا هسه ظل الله وكيلك من الصبح اللي جاي، هو ما الا ضرر على البشر نهائيا. هسه انا راح اشكك قدامك، اجيب سكينه واشكك واشوفك، خافك ابوي شي مرات يقولون والله هاي السمكه بيها شيء، على مود المواطن يشوف. اول شغله تبين من هنا صير عندها نزيف من هنا، ها وجلدها قبل يبدل. هاي هي مال قفص تصير سوداء، هاي صفرة مال طين تختلف عنها. مال احواض تختلف عنها مال اقفاص. ذيك قبل تصير جلدها اسود، شلون واحد مبقع محروق شكله قبل ينقلب. اي هذا يختلف بعد. ذيك تصير سوداء، هذا يصير اسود كلش اسود. هذا احمر اسود، وهذا الجلد ماله كله يوقع منا ومن هنا. شوف هذا ايش قد يختلف عنه، يختلف وايد. وهذا السمموه اول ما سموه الفوق كله مات. نغنوغه، شوف نغنوغه هيك احمر بياض، والجلد ماله الاغلبيه يصير نظيف هيك صافي، ذاك يصير مجفد، يظل مجفد ماله. هسه هذا بقى ايش قد يختلف عن ذاك؟ فعل هذا يختلف عن ذاك. شوف شلون شكله احمر، ذاك يصير اسود. وهي حتى السمكه تصير يابسه يابسه، يعني تسوي هذا هيك كله يوقع. شلون يقول واحد محروق ويوقع لحمه كله وما حد يطلع، كله ذبوه بالزر. هاي السمكه ما بيها شيء، احنا يوميا ناكل من عندها. هاي باحه كل شيء ما بيها، باحه حتى حمره. بس هم هي هاي شغله تفاعل. يعني ما تقول لي مرض، وهاي المرض ما يموت هيك سمك، ما يموت هيك كميه يعني. يعني هو شغله تفاعل. ذاك اليوم الحكومه ناشره تقول احنا قضينا 4 اشخاص ايرانيين. زين انتم ايرانيين من طبوا لهذا المكان وذبوا سم، انتم وين كنتم؟
الاجهزات وين كانت؟ الاستخبارات، الجيش، الشرطه دفعوا المليارات انتم، زين هاي هسه العالم شنو ذنبها؟ خسرت مليارات، هاي سمكة سادين السيطرات هسه عليهم خطيه وحاصريهم، شنو ذنبهم؟ خليه يطب السمك، خلي هاي العالم تستفاد خطيه، زين هسه هي خسرت، يعني العلف، العلف ذاك الحساب. العلف ذاك الحساب، هسه ابو العلف هو يطلبه. والعمال عده وبعد ما ادري شوف ايش عده بعد يعني هواي شغلات خطيه. مين يجيب يعني مين يجيب؟ تكون هي الدوله هسه تساعدهم توقف وياهم. مو انه بسد الطرق عليهم خطيه، زين ذنبهم شنو ذنبهم؟ نوبه ذو دعايه السمكه مريضه، عم هاي السمكه كل شيء ما بيها، كل شيء ما بيها السمكه. لا مضروبه لا بيها شيء، كل شيء ما بيها السمكه. بس هي شغله فاعل لا اكثر ولا اقل. ليش ما كلها تسمم؟ ليش نص ونص؟ كان سمم لو اصابه كان كل السمك قلب، ليش الطينيه ما قلبت؟ ليش بس مال الاقفاص؟ هي شغله فاعل، لو رادوا من عندهم فلوس وما اعطوهم ناسهم على باب الله، وسووا لهم هاي الشغله، لو شغله على مود ايران وما تقبل غلط، يردون السمك ايران، هي هاي الشغله مالتهم، لا اكثر ولا اقل. هي احنا ربعنا مو انه لايران وللدول، لا يشتغلون للعراق ولا واحد ميت على العراق. هاي لا اكثر ولا اقل. بالنسبة للأقفاص متأذين، حيل متأذين بالمليارات، يعني بالنسبة للمكاتب، يعني المكاتب يجيبون الأقفاص يجيبون للمكاتب، المكاتب قام يبيعون تحت بألف وبألف وخمسمية، يعني مضرين حيل، يعني ما لها مرجع. المكاتب يعني عمولة ياخذ ما، وهم انت بالمستقبل هم يتأذون المكاتب، لأن السمك راح تقل وراح يقعدون رسميا، يعني يضرون بس على الاحواض. الاحواض هم كل واحد ينتظر اسعار ما ينزل، ينتظرون شو يصير ساعه اقول السمك ب 12 و 15 مثل 2012 مثل ما صار ب 18000 الكيلو، ينتظرون على هاي ابانهم مثل ذي شو تصير. زين هاي ينتظرون هسه هسه بالنسبة لي يا التخاب يخابرني اقول له شيء يقول لي ما انزل، هاي قبل اسبوعين قبل ان ينضرب الاقفاص، سببها ما يعني ما حد يعرف، بشر سامين يعني ما ايرانيين ما تقدر تحكمها، يعني صحيح مثل جماعة لازمين اربع ايرانيين وعراقيين وياهم، ما خسارة بالمليارات يعني ما تنقاص مليارات، يعني طن العلف 750. هاي شغلة السمك، شغلة الأقفاص البشاط، هاي سببها المي، يعني أكو شغلة صايرة بالمي. هاي المفروض وزارة الزراعة وزارة البيئة تتبنى موضوع هذا السمج، لأن أكثر أهل الأقفاص البشاط أقل واحد بس واحد رابط له 400 قفص، كل قفص يشيل له 3000 سمكة، هذا كله مات السمج، شقد تضرر هذا أبو الأقفاص. هاي المفروض وزارة الزراعة وزارة البيئة تتبنى موضوع هذا السمج وتحلل هذا الشيء، زين شوف هاي السمكه ماتت شنو السبب؟ شنو المرض اللي صار بيها؟ شوف شلون؟ فبعد ما نعرف احنا واحد فاعل هذا الشيء او واحد ما فاعل ما اعرف. هاي هسه السمكه هاي صورتها هسه، هاي مو مصابه ما مضروبه اي مرض. واكو قسم من السمك مضروب مرض بس ما نعرف شنو المرض ماله ما نعرفه. واحنا اكو شيء مؤثر واكو شيء مو مؤثر، السمكه الميته ومنتهيه هاي اعتيادي تاثر، بس السمكه العدله صح هي مصابه بس عدله، بس بالشوي وبالتقلا يروح حتى اذا كانت بها اصابه تروح. ايه احنا بالنسبه لنا ما عندنا خسائر خسروا اهل الاقفاص بالملايين، يعني اقل واحد خسرنا في 300 مليون 400 مليون 500 مليون، يعني التصور هذا بالناس وبلا 400 قفص كل قفص شايله 3000 سمكه، ايش قد خسر هذا؟
فهاي المفروض وزارة الزراعة تتبنى هذا الشيء، يعني المفروض تطلع على السمك، تحلل المي مال الشط، شنو السبب، شنو سبب مرض هاي السمكات. تعبرون على هاي العرب والله، لو تشوفون تمشي على حاله يا عرب. هاي سمكنا لا مضروب، لا لا بفايروس، لا بشي، لا هاي يعني حتى يعني اللي يقول لك بفلان شكله ما ما عندنا احنا مال رضوانيه كل زين سمك وهاي، بس هذيك انضربت مال الاقباص يعني يعني تعرف واحد يعني فاعل مفعول بها، بس هاي مالتنا هسه احنا نبيعها، هذا كله نظامي السمك اعتيادي ضررنا اعتيادي، لعد كان كيلو 4000 كان هذا هسه بس صار كيلو بثلاثه وبثلاث اثنين ونص ثلاثه، اعتيادي ضررنا هواي، مو احنا ضررنا، هذا السمك مو مصاب بس هو عم شيء على شيء، يعني سمكنا مو مصاب ب 3000 دينار، السمك ماله مو مصاب ب 3000 دينار، هذا المصاب ده ينباع ب 2000 ب 1000 ونص وب 1000 هم يبيعون، بس الضرر هذا خذ الاقساط بثلاثه ثلاثه وربع يعني، وراح واحتمال حتى ب 4000 اليوم يعني لقيناه بالهذا بالكراده ب 4000، هذا المو مصاب، هذا قوي السمك، السمك المو مصاب ما يموت يعني المو مصاب، هذا ما يتحمل، هذا يبقى له ربع ساعه ومات السمك المصاب. اكو سمش مصاب، اكو سمش ما مصاب، هذا ما مصاب يباع بثلاثة ثلاثة وربع، اليوم حتى بالكراده لقينا 4000 دينار، والمصاب بلف بلفين اثنين ونص هيك مو مصاب، واكو سمش يباع هسه قبل شوي ذبوا سيارات، خايس سمش خايس، ذاك هو خايس ذبوه، سمش خايس كله خايس، مليارات خسرت العالم، كل واحد 200 مليون 300 مليون 400 مليون واحسب بالمليارات بالمليارات، واي عالم خسرت، نجمت بيوتها حتى بيوتها باعت العالم، واي عالم باعت بيوتها وغاضيها وما تلحق السده للعلف واي واحد. هذا مو اول سنه يتمرض السمك السام، كل سنه نمر بهذا المرض بس مو بهالقوه، يعني هالسنه جتي اقوى، ليش؟ اقوى لان الزراعه عندنا اكثر من كل سنه. السنه زارعين قفص بصف قفص، فالاقفاص بكثره صارت. الخسائر ما تحصل سعد. طن العلف ب 800 وب 700 ومليون وب 900. شو يعوضه هذا؟ بيش بعنا الكيلو ب 2000 دينار وب 1000. يعني ما يتعوض هذا، شو يعوضه؟ مال هاي الاحوال. ما تأثر هي السمكة المصابة مبينة تموت، هاي ميتة وهاي عدلة، المصابة تموت، المو مصابة ما تموت، رأسا تموت بس تنصاب تموت رأسا، لأن يقل عندها الأكسجين تموت، فما لا مو فلاونزا، هذا بكتيريا هاي تجي بالماء كل سنة، تجي فترة قليلة وتروح، أول ما يبدي الشتاء عندنا متكررة، هاي مو أول سنة، السنة صارت بعد قوية يعني أقوى من كل سنة، قسم من الأحوال صار بيها وما صار بيها. والله نطالب بلكت الله يلقونا حل لهالمرض، هذا صار له سنين ويانا مرافقنا، بلكت الله يخلصونا من عنده، الزراعة البيطرة أي جهة يعني، نتمنى الدولة يعني الدولة هي معارفها يعني بيطرة أي شيء يسوي لنا فد مشكلة يسوي لنا فد حل، يعني صار شلون تربية الدجاج أما صار من يجي المرض هذا مال في اكس ما يصيحون، أنا ما أعرفه بالضبط، كل سنة هسه ثلاث أرباع المربين بطلوا من وراء المرض مال الدجاج، هذا نفس الشيء راح يصير، هم راح يروح يقلل الثروة السمكية عندنا. استاذ المشكله المتعارف عليها العالم تقوله اصابه،
الوضعيه هنا هالسنه تختلف عن كل سنه. احنا اصحاب مفاقس الرضوانيه، سوينا تحليلات اول من اخذ عينات هنا من المكاتب، اخذت عينات سويتها عليها على السمك. الاصابه تختلف تماما عن كل سنه. الاصابه هالسنه شامله للاقفاص بس، من مربين الاقفاص احنا كل سنه ما صار عندنا هيك اصابه، يعني اصابه جزئيه سمكه او سمكتين يعني يوميا وتنقطع ما تتاخر. بس هالسنه لا، اعداد بالملايين، وما شملت بس الاقفاص، يعني السمك اللي بداخل الشط، داخل الشط همتين دا يموت. شخصوا المرض، المرض دا تنتفخ الامعاء مال السمكه عن مسبب خارجي ما له كل علاقه بمرض او فيروس، دا تنتفخ الامعاء وتموت السمكه. يعني هو الكيلو دا يكلف 2500، دا يبيعونه ب 1000 دينار، واحيانا ما يبيعونه دا يموت، يعني دا يموت السمك كليته. الكيلو يكلف 2500، اقل كيلو هذا يريد، يعني اقل كلفه للكيلو 2500 يريد يكلفها، ودا ينشمر كليته بلاش. يعني اقل قفص يريد يكلف، اذا ما القفص الواحد يخسر 10 ملايين و11 مليون و12 مليون، ما بالك بعد بابو 400 قفص وبال200 قفص. فعل فاعل، لانه المرض جزئي، المرض كل سنه من يصيب بحيرات واقفاص وعلى طول الشط. هالسنه صاب مناطق محدده، هو مناطق بالشط ما انصابت، الانبار وغيرها وغيرها ماكو اصابه. الاصابه العاديه اللي هي سمكه وسمكتين دايت تموت، مو مثل الحله وغيرها من المناطق، والبحيرات ما عليها كل اصابه لحد الان، هم اصابات بسيطه العاديه، ماكو اصابه مثل هاي القويه دايت تصير بمنطقه الحله. استاذ والله هي يعني الحكومه اذا راح تنتبه لمناشداتنا اصلا، هذا شيء بشنو نريد نناشدها؟ يعني هو ابسط مثال، احنا العمال انقطع رزقنا، يعني هاي العلبه كانت مشي 50 سياره 60 سياره 7 سيارات وما حد مشتريهن اصلا ولا حد واصلنا. انقطع رزقنا من عامل، الابو مكتب، ابو علف، ابو القفص، كلها انقطع رزقها والله. احنا على مود العلوه نحكي، العلوه المياه ماكو والسمك تضرر من سبب المياه، وندعي من الدوله اللي هي تفتح ماي لهالحيوانات هاي اللي عندنا مثل المزارع السمك تسمم، شو كله تسمم؟ نعم كله تسمم، الغنم تسمم، زرع لا اكو، كله تسمم. ما عرفنا التسمم شنو منين جانا. والله والله شنو يعني شنو يسمم؟ لا هي لازم الدوله هي تعرف هاي الشغله، هي تعرفها تعرفها، لازم هاي مقصوده يعني على الشعب العراقي بصوره عامه، على مود الاستيراد خاطر هم مستفادين والشعب اللي طايح بيها. احنا ما مثل الاطباء ما شخص المرض، الاطباء ما شخص المرض، الاطباء عندنا ما شخص المرض، احنا نشخص هذول الناس اللي والله هم يعرفون اهلها عم، احنا مو اهلها مثل اقول لك هكذا. والله هو السمك حجي صارت هاي بعد رهمة مالت آلاف أطنان من السمك، يعني هاي تضرر حيل كبير، يعني خلال 24 ساعة طلعت آلاف مؤلفة ما السمك، يعني ما تعرف شنو السبب. السبب يقولون حسب قول العالم، ويقولون سم ما أدري شنو، ما تعرف لحد الآن. بس احنا قاعد نفكر خلال 24 ساعة طلع هواي سمك، هواي آلاف مؤلفة، يعني العالم مش قد خسرت، هاي كلها تضرر. قطيب البحيرة هذا ياخذ علف بالدين، ما ياخذ ما ياخذ نقد، يعني انت طن العلف ب 700 ب 800، وانت احسب هذا ايش قد، يعني اقل واحد ابو قفص عده فد 14 قفص 15 قفص، كل قفص ب 10000 ب 7000 سمكه، انت حسب هاي ايش قد ماخذ ابو البحيره، ايش قد ماخذ من العلاف، ماخذ هواي اطنان. زين حتى راح يصير، حتى راح يصير يعني سوء تفاهم بين ابو البحيره وبين ابو العلف. اي والله العظيم راح يصير سوء تفاهم، يعني هذا يريد حقه وهذا يقول انا متضرر، يعني الشغله يعني صعبه، حيل صعبه والله. يا الناس انا احكي لك، انا ابيع واشتري، انا اخذ لي شروه شروتين اطلع بين افتر بين على باب الله، يعني قاعد اخذ السمكه يعني ارجعه 15 سمكه انا مثلج البارحه رجعناه، ما العالم يا تروح لحتى معاملك يقول لك تخاف، احنا يقول لك هذا النشر على الفيس وغيره، يقول لك ما ناكل نخاف، يقول لك السمك مسمم. زين هسه شلون احنا نريد نوقع على العله ما السمك، على مود نفهم العالم بين اكو سمكه مصابه وغير مصابه. فاحنا من القنوات هاي اكو هسه تشوف فوق اكو سمكه مصابه وغير مصابه، هاي الما مصابه تنباع ب 2.5 ب 3000 دينار، والمصابه هاي الميته تنباع ب 500 دينار حتى بربع دينار، هذا ابو مثنى هسه ب 500 دينار خطه يبيع به، وبهذا مو اله هو ابو بحيره الذاب يمه، هو رجال ابو مكتب يبيع على باب الله، هو عليه ياخذ عموله ما له علاقه. وهاي انت قاعد تلاحظ، شوف هاي السياره هسه فارغه
عدل جابوه الصبح خلص. العدل عليه سوق، بس الميت ما عليه سوق. حتى العدل بس مو هذاك السوق عليه يعني القوي، لا يعني زين. بس هسه احنا قاعد نريد نوصل على العله وين، ما قاعد نفتين. نسال الدوله الشريفه العفيفه ان شاء الله سوى حل لهاي المواطنين خطيه على هذا التضرر. يعني هم عيشتهم على هاي الشغله، مربي الاسماك عيشتهم على هاي الشغله، فخسروا شلون ما تقول اكثر من ملايين، ما تنعد يعني الخساره مالتهم. هو العدل اللي قدامك بدي اشوفه يعني ودي اصوروه، هذا ما مصاب، وانما الميت هو حتى اليوم سعر اليوم سعر اليوم يعني بالعلوه 500 دينار الكيلو ميت، هذا المصاب هو المصاب. الناشد الحكومه يعني يطلع واحد يصرح، لحد لما طلع واحد صرح ولا علق على هاي الشغله مال السمك. زين شنو ذنبه؟ اكو ناس ما ياكل لا دجاج ولا لحم الا السمك، مريض دواه السمك، هذا ايش راح ياكل؟ طيب هم قبل 3 أشهر 4 أشهر يعني وردت لنا معلومات على الفيس بانه الاسماك المجمده المستورده بعد منعوها قبل 3 أشهر 4 أشهر، يعني بعد ماكو سيراد سمك مجمد يجينا من خارج العراق. جاتنا هاي السالفه صفح. وداعتك كلها كذب، ما كل شيء ما بي، هل قدامك يلبط؟ هاي كلها من وراء الحكومه. فين بيها يا ناس؟ نستفيد من عندها اكثر شيء الحكومه وايران. السراد ما سمك المجمد. مو هذاك يصير نغلوخ ابيض. يصير النغلوخ مالها ابيض. ابيض يصير مو هاي ما بيها شيء. الحكومه بعد كيف تعوضهم؟ شوف يا ذبلهم. يعني ماكو صابه هيك الصابه تصيب كل سنه السمك بس مو هيك تصيب قليل يعني قليل الاصابه مال عبالهم كل السمك يا ابا نقول لهم مو كل السمك مو كل الاحواض انضربت هي انضربت مال المسيب مال المسيب وهم ازيد شيء المي اثر عليهم لان المي ماكو قله المي اختصت السمكه قام يختنق السمك من ورا الاكسجين لان ماكو اكسجين ما يلحق الشط ماكو مي قليله وقفاصه بصف قفاص ماكو اكسجين يعني ماكو مي جار قوي مي راكد الفعل فاعل اكو فعل فاعل يعني اكو هاي الشيء صاير يقولون بس انا ما يقولون احنا صار عندنا كل سنه اصابه بس خفيفه هاي السنه تذت العالم ملايين ذبت. هذا الاي الحوض مال سمك مالنا هنا اطنوني زين طنين ثلاثه اربعه هاي كل شيء ماكو صار لنا 4 أيام 5 ماكو لا شغل ولا ماكو مطاعم قاعده نعم يوميا اذا بنريد نوزع يوميا في الطن طنين يوميا هسه اذا بدنا نبيع لنا شروه ماكو هسه هو السمك هذا ما بيشي هسه احنا يوميا اذا اشوي لك واحده واكلها قدامك انا هسه اشوي لك اياها واكلها بس هي بعد صارت والله بالنسبه للعراقيين هي اطيب اكله السمك اي فاحنا دائما نجي نشتري السمك وبالنسبه لهذه صارت هاي الشغله مال السمك قام يموت بالشاط اذا بكتيريا واذا شيء فاحنا قدماء يعني بالسمك عجب ما يعرفون يعني شغله هذه صارت هاي الشغله والله ما يندرى شو ما يعني شنو نتعجب احنا يعني احنا بالنسبه بالعراق السمك هذا من يعني من زمان يعني موجود فهسه الامراض الشيء يعني ايش عجب ما يعني ما يعرفوا له السمك موجود وسادين الطرق ما تخلونا الطب البغداد سمكه موجوده وكل شيء ما بيها ويوميا قاعد ناكل سمك انضربت هيك ضربه بسيطه وصارت زينه وما بي اي شيء السمك هسه مسدوده الطرق ما يخلون سمكه الطب البغداد العلاوه مالتنا كلها فارغه وطوها على ابو مريضه ومسممه وهي يوميا ناكل وما بيها شيء والله يعني هي صارت اكو على اساس بالعماره كضوا عصابه مسممين كم حوض بس مو يتبعون السمك كله
كم حوض تسميه من صحيح، بس السمك الباقي مال هاي صفحتنا ما في شيء، يعني احنا يوميا قاعد ناكل من عنده. اي شغله متقصدينها مستفيد من عنده، الدوله مستفاده من يمه، يعني هسه السمكه ما بيها شيء ما يخلونا نطب البغداد. ما له شغله. يعني هو السمك موجود والله ما قاعد يخلونا يطب البغداد. وما بي شيء يوميا احنا قاعد ناكل من يمه. اشمعنى بس مال الشط ماتت؟ بالاقفاص تموت. زين؟ بالاحواض ما تموت، طينيه السمكه الطينيه ما تموت. سمكه قويه، هاي هي السمكه. هاي هي السمكه. عالم تقول ذابين سم بالمي، وناس تقول زين اصابه، والاصابه ما تطول يعني هيقد، تطول فت 5 ايام 10 ايام بالزايد وتروح الاصابه مالتها. الهم غايه يدمرون اقتصاد العراق على مود البضاعه الايرانيه تمشي. لان البلد الايراني انضرب الاقتصاد ماله، بس يريدون البضاعه الايرانيه تمشي. لا ازيد ولا اقل. هاي فعلت فاعل صارت مال السم و... هي تجيها 10 ايام نصابه وتروح. هاي صار لنا سنين، ومنين تجيها 10 ايام يصير عليها تغيير جو عادي السمكه تنضرب، بس مو الاحواض كلها تتدمر. عالم راحت النبت ملايين، منين تجيب؟ مطلوبه لابو العلف، النقل مالها مطلوب، تعبهم. وهذا السمك العالم جاي تاخذ. طلعوا لنا هاي السالفه قطعوا رزقنا. يعني انقطعت ارزاقنا كل العالم، احنا ناس نبيع نشتري من العلوه، انقطعت ارزاقنا. احنا ناس نبيع على باب الله، انقطعت ارزاقنا. على من نعيش؟ العالم ما تاكل السمك تخاف حقه. العالم تخاف تقول لك هذا السمك مصاب. يعني عدله والعالم تقول مصاب السمك. السلام. وجال فاطمه؟ لا والله هاي كلها يعني كلها على تناظر عليها. ذبوا يعني زهره مال اسكندريه او مال المسيب نسيتها، زهر زهر عندنا السمك نقول، خاصه السمك الاسود مال الاقفاص مال حقول، طشت الداعي على سمكنا الكاريبي ورزقنا انقطع من هذا الشيء. كل احنا تاذينا من هذا الشيء، عرفت غاتي؟ اي خسائر 100%، واحنا تاذينا هوايه. يعني حتى سرعتنا لا سمكنا المي تمشي ولا سمكنا العدل يمشي، وقاعد نتأذى بيه مشون ما كان. والله يا ابو ولد الحرام هواي، هاي ولد الحرام هواي والله، على 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 مود على 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 مود السلعه مالتهم تتصدر علينا وسلعتنا تروح تنتهي. يا اكو احلى من السلعه العراقيه؟ ماكو احسن من السلعه العراقيه، سهل ولا يعني يعني هذا سمشنا، يعني هذا العدل سمش مال بحيرات يوصل 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 سعر المجمد هذا الخايس صار له سنين ما تعرف عنه شيء ماشي، مو لا يعني يقيموا ويا هذا؟ ما يصير عندنا هذا الشيء. هذا نغلوق ما عندنا خاطيه هنا بالنغلوق. هاي سمكه تازه نظيفه وشم على راحتك. نعم. ماكو ما بيها اي اشكال، سمكه شقره حلوه وما لها حواض. هاي سمكه الرضوانيه. مال بحيرات مال الرضوانيه. في الشط فجأة سمك الشط مالتنا مال اسكندريه ومال هذا. فعل فاعل. يعني احنا 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 قبل كم يوم قالوا ذولكم شوهم. قبل سمعنا قبل يوم قالوا ذابين زاركم شوهم، هذول عدهم اعدام خلاص. طلعوا لزموهم خلي يطلعوهم بالتلفزيون يشرحون للعالم حتى يصير عندهم واضحه عند الناس. يعني ليش السلعه قاعد يكثرون بها؟ هي اكو احلى من السلعه العراقيه؟ لا، هذا اللي بياح المجمد يتفضل على العزوري مالتنا بخريز العراقي يصير؟ يعني هذا الكيلو كله بالف ونص وبالف وربع، واحنا سمشنا الزور العراقي كله بخمسه ونص وسته ونص يتفضل على المجمد يصير هذا الشيء؟ يعني يعني السلعه المجمده المستورده احسن من السلعه العراقيه؟ ما يصير هذا الشيء، ما معقوله. هاي هاي جت المستوردين التجار خلي يلعبون بها على راحتهم. قبل ما يصير الحادث تقريبا باسبوع طلع مسؤول من المسؤولين مالتنا قال العراق اكتفاء ذاتي بالسمك، وعلى اساس انه الوجبات اللي وراها يظل يصدر العراق. هاي ضربة تطعن بالظهر بالنسبة لباقي المسؤولين اللي موجودين هنا، زين بالنسبة لباقي الدول اللي موجودة هناك. يا أخي القضية أكبر من هاي وتفاصيل، يمكن إذا أحكي وياك بعد ساعتين ثلاثة ما نسولف، ما نخلص ما نخلص بالسوالف. ليش؟ لأن هاي هسه بقت الوحدة، وتعتبر السمك يعني فد مصدر رئيسي غذائي موجود. ليش الفقير يأكل؟ وصل كيلو حتى من كان غالي 3.5 3 من كان غالي، صارت هاي الضربة.
يعني هاي اللي خسر له 3 مليارات واللي خسر له مليارين واللي خسر له 200 مليون شو راح تعوضها؟ ما تقول الدولة تعوض، هاي كذب، هاي سالفة سالفة، لأن مثل ما الدولة مقاولين ما عوضتها، مزارعين ما عوضتها وغيرها وغيرها خسرت. زين شوف هسه الفلاح مالنا اتكي على صفحة، قال لك انا لمن اشتغل؟ مستورد موجود، الا هانا قاعد تجيك، والقرنبيط قاعد يجيك، والتفاح قاعد يجيك، والموز قاعد يجيك، وكلها قاعد تجيك على مود الزراعة. والدولة فوق هذا كلها تقول لك نقلل في المساحات الزراعية. يا اخي انا التقيت بواحد اردني بالاردن، قلت له يا اخي الاردن هي عبارة عن صخور، يعني انتم ما عندكم مي؟ قال والله علينا حسره المي. قلت له عشان الزراعه اللي صدروها؟ واحد قال عندنا وادي الغور ووادي براده. شوفني اياهم، طبعا رحنا افترينا بالسياره وشوفني اياهم، اباو عباره عن خضار. قلت له هاي شنو؟ مي ميلكم؟ قال هذا تنكر ابو 36 الف لتر، ماطور قوي وري بالتقطير كل ربع ساعه توقع قطره مال مي. قال تغذي هاي المساحات كلها. اول شيء احنا فلاحنا اذا ما يضرب الكرك ويخلي دجله كلها تدخل جوه ما يرتاح. زين، وبالنسبه للدوله مالتنا لا دعم فلاح ولا دعم مهندس، وهاي شوف المهندسين يعني يطلع له واحد هندسه ما ينقبل. والله خساره سوق هسه ذول يمك خطيه، ذول خطيه هسه قاعد يبيعون سمك، يعني اذا كان يربح له 50 هسه يربح له 10 15. ليش؟ سحب ماكو، سحب ما عليه. يا اللي تحكي يا قال لك اوه انا اشرب اكل سمك، انا اكل سمك، سمك مريض. هاي بالنسبه للذول الصغار، بالنسبه للكبار الله اعلم. زين اكو اقفاص ب 3 مليارات، اكو اقفاص بمليارين، ولا هي شغله مثلا نقول اذت الشماليه او اذت الجنوبيه، لا هاي خلي يشيلوها من بالهم، خلي يشيلوها من بالهم، لان هي من يريدون يدون يدون العراقي كله، لا يدون من الغربيه ولا يدون من الوسطى ولا من الجنوبيه، مو ما مقصوده بالنسبه للجنوبيه وهاي، لا هي تاثير البلد العراق خصم الحكي. والله حسب ما ذكرت المصادر الموثوقة ثلاثة أسباب. السبب الأول تهيج البكتيريا يأثر على الحويصلات الهوائية في الخياشن فيقل الأكسجين فيطفو. السبب الثاني هو يعني سعة الحوض، تأخذ 500 هم يخلون 1500 وبالتالي يقل الأكسجين وهم يصعد. والسبب الثالث الأعلاف غير صحية غير ملائمة لأكل الأسماك، إضافة لما ذكرته يعني ما يوجد في أي حوض طبيب بيطري حتى يستمر في معالجة الموضوع. حقيقة هنالك مؤامرة على الاقتصاد العراقي، وأن القضية قضية فعل فاعل، وأن قبل أسبوع أو فترة قليلة صرحت وزارة الزراعة بأنه لا داعي إلى استيراد الأسماك لأن لدينا اكتفاء ذاتي، وهذا أصبح هنالك صراع ما بين المستهلك وما بين المستورد، فأدت هذه النتيجة إلى تلف هذه الضربة القاضية للاقتصاد العراقي وانتحار هذه الأسماك. وكل من قال ويحاولون قدر الأمكان المسؤولين بأن هنالك فيروس، هل الفيروس أتى في هذا الوقت؟ إذن هنالك فعل فاعل ومؤامرة كبيرة على الاقتصاد العراقي لكي يبقى العراق يستورد كل شيء ومنها الثروة السمكية، وهذه خسارة. ودائما يقولون عندما تحصل حرائق في الأسواق الشعبية يقولون أن المتهم هو السلك الكهربائي، الآن يقولون أنه فيروس، وهذا الفيروس هو موجود في الأنهار. إذن هذا الفيروس لماذا أتى الآن؟ لماذا لم يوجد سابقا؟ صح توجد هنالك بس مو هذه الأعداد الكبيرة والضخمة، توجد هنالك أمراض معينة، وهذه الأمراض أنا اتصلت بكثير من أصحاب المزارع تربية الأسماك يقولون صح توجد هنالك أمراض معينة ويموت واحد أو اثنين ونعالجها بمواد الأملاح أو الأمونيا تنتهي الأمر، ولكن هذه مسألة كبيرة جدا، مسألة مقصود منها الاقتصاد العراقي، وهذه يجب على المسؤولين أن يتحروا بدقة أن يكشفوا المتهم الحقيقي بدون مجاملات، وإن كانت مجاملات
وقد يكون في المستقبل يقول قد تسميم الإنسان نفسه يسممون الإنسان. إذن هذه الخسارة الكبيرة وهذه الأطنان بالثروة السمكية للعراق. يريدون العراق أن يبقى دائما مستورد ويبقى العراق تحت وطأة الاستيراد وعدم وجود منتوج محلي. كل فترة بين فترة وأخرى كانت هنالك إنفلونزا الطيور وكان هنالك تلف كثير من الدجاج. إذن هنالك ضربة للاقتصاد العراقي. وقبل إذن لعبة استخباراتية ولعبة مؤامراتية لتدمير الاقتصاد العراقي، لأن الاقتصاد هو ضرورة. وإن كان العراق أن يكون هنالك اكتفاء ذاتي بالمواد المحلية ستكون هنالك خسارة كبيرة علما إلى هذه الدول وخاصة الدول الجوار. تحاول قدر الإمكان بأنه الحرب على الاقتصاد العراقي ليبقى الاقتصاد مرهونا بيد هذه الدول. ونحن نرفض رفضا قاطعا، نريد الإعمار، نريد التنمية، نريد المعامل، نريد الثروة الزراعية، الثروة السمكية، هذه كلها مردود. يكون هنالك اكتفاء ذاتي، وإذا أصبح اكتفاء ذاتي العراق لا يحتاج الدول الأخرى. وهذه دلالة أن العراق يريدون أن يصبح سوقا لهذه الدول ويكون كل شيء يستورد من هذه الدول، وهم الذين يتطورون وينمون ونحن ننزل بالخط الأسفل وبالتدريج الأسفل. هذه دلالة على أن هنالك مؤامرة كبيرة، وبفعل فاعل هي هذه انتحار الأسماك بهذه الكمية الكبيرة لضربة للاقتصاد العراقي. وهذا السمك، هذا السمك العدل شوفه، هذا هسه جبناه، هذا عدل يختلف. هذا سمك العدل، عندنا هذا الميت هنا يصير بعض الاحمر نقط حمر كلش، اذا مريضه جدري صحوله هاي ما تخاوم يعني تموت يوم يومين تموت. فالسمك المفضل اكثر شيء مال المسير السوداء، اكو مال البحيره واكو مال المسير. وهذا السمك هسه انت تشوفه هنا اي ثقه، مو احنا طبعا احنا محلات المحامل يختلف عن العرق المتجولين. انت ثابت بمكانك يطلع بيه شيء حيجي عاتبك، بنجيب حاجه مو زينه، نجيب حاجه ترضي الناس. اي مو الا تنفتح هسه هاي سبتعك اياها. هاي ميتة مو عدلة، العدلة تطلع غير شكل تطلع يعني بعد أضبط زين. لون اللحم له علاقة حمار، يصير كلش كلش حمار، هذا كله يصير حمار مو أبيض. الخياشم حجي، الخياشم هاي يصير هنا عندك مثل الخضار، هنا يصير الخياشم مالته يصير خضار هنا شوفه. هذا شوفه السادة أحمر معه، شوفه أحمر المرات تصير خضار هنا. هاي مريضة من بتحيرنا نشوف احنا من نقدر نعرفها، بس اكو تصير جدري هنا مثلا نقاط حمر زايدة يعتبر جدري، هذا مريضة السمكة زين. على اساس اللحم اي اي هسه احنا مال مسيف منا شغلة به، العالم من برا هنا ناس عزلت وناس بقت باقية وقاعدة سمك وتأدت العالم بسبب هاي الظاهرة صارت. فاحنا بغداد ما لها شغلة يعني بالمسيف، ذاك راح انتهى. طباعة اسماك حجمنا الناس تقبل على اي نوع من السمك؟ والله هذا العدل، الكارب العدل الجري هذا يمشي هنا منطقتنا من اسمه منطقه العظميه زين، الحرش ابو خريزه الحمري يمشي زين، في كل شيء عدل يمشي، بس الميت لان الحرش هو ميت عادي زين. وهذا اكو بيجي ميت، اكو بيجي مال سامره، اكو احنا مالتنا ميت عندنا، احنا مسؤولين عليه. هذا بالنسبة للمحلات اللي هنا، احنا اهل المعدة ناكل وجماعتنا والمنطقة كلها تاكل سمك.
يعني يعرفون هاي الشغله بعيده عن بغداد. هاي صارت يعني محافظه بابل مو هنا زين، خلي يطمئنون العالم. شيء بي مو زين ما حد يقدر يجيبه، لان ما يقدر يضر الناس، هو حياكل من عنده او قرايبه يجي ياخذ من عنده او صديق او جيران يجي ياخذ من عنده، فبيفشل وياه. حتى يبيع حاجه زينه ترضي الله ترضي الناس زين، ما تلقي حاجه رخيصه. هسه احنا نبيع هذا بثلاثه ونص، علينا بثلاثه وربع، نبيعه بثلاثه لنخسر بيه. بس بالعلوه اكو بالف ونص، ما نشتري ما نجيبه. ليش؟ هذاك نعرفه صار له خمس ايام ست ايام هذا الحكي، من نزل بالف ونص ما اشتريناه، لان نعرف هذا مال السم. السم يسوي عقم ويسوي عمل استمراريا يعني، بس انت اذا مره مرتين ما ياثر يعني. هو زين بس هسه راح، هو اندفع بعد كله خلاص، ما بقى لا سمكه ميته بالحله ولا ابد زين. وهذا العدل معاه يعني. هاي تعتبر مال المسير، لين سوداء لونها، عرفت معاها شكلها. هذا مال اقفاص، هذا مربوط 10 زين. السمكه اي لا ما مصابه، ما بيها لا بيها حمار ولا بيها هاي زين. ما فعلي حمار يصير هنا، شوف الحمار يصير هنا، نعم مثل الجدري نخاف. انا شوفه بالعلوه ما نتقدم عليه، دول اكو ناس جنباسيه ياخذوه سلعه ابو يوم يعني يسموه، يبيعون رخيص. هاي ارخص، ذيك ارخص من هاي السمكه، هاي اغلى، لان هاي عليها اقبال كلش قوي، الناس تعرف لها زين. ها فانا ما اقدر، احنا منطقتنا ما نجيب بضاعه مو زينه، بضاعه ترضي الله ترضي الناس ان شاء الله. اي هذا تدري ليش؟ هاي موسميه تصير كيلو، اذا الكيلو على 4000 ايش تشتريه؟ هسه قام 500 دينار ربع الكيلو، وما حد ياخذ، وهي ما بيها ضرر اصلا، ما بيها ضرر كل شيء، بس مجرد ضرر على البشر ولا كذا عادي، ماكو مشكله. ما كل شيء ما ادري. لا ما وزاره الزراعه قالوا ما له دخل، ما له دخل، بس العرض ايش صدق حسين فاطمه حي باشر الاعلام وجهه فاطمه لا 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 حي دابين يوم الدوله اه صراحه هون جوبع 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 يلا جوبع مثنى يا
مثنى الله لا صور.